هلو هلو أصدقاء، شناكو شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم حبيت أقول لكم إنه كل مكان وإلى كل طلع إلى ملابس ومكياج الخاص بي. يعني أنا من أروح أي مكان، مثل نقول نروح للسوق أو مكان قريب على بيتنا، فألبس مثلا عباية جبة، خلي مكياج طخ، لأن هذا مو مكان رايحة الحفلة أو رايحة دوام أو رايحة، يعني خلي كل مكان خلي مكياج الخاص بي، مثل نقول مكان قريب لي، فخلي يعني مكياج مثلا حط هاي الحمرة الخفيفة، خليها على شفتي، مستخدم هاي الحمرة خفيف، يعني مكان مثل رايحة المكان المعين قريب على بيتك، أخلي هذا المكياج واللاينر خفيف، لاينر يكون يعني خفيف يعني كلش طاخ، يعني حمرة خفيفة مثل هذا اللون، ولاينر قليل هيجي، يعني كل مكان إلى مكياج. إيه، فحبيت إنه أقول لكم أني بأي مكان إلى مكياج، مثل مناسبات أخلي مكياج طاخ، لأن هذا خاصة بي، والملابس تكون فساتين، واستخدم هاي الحمر لمن أطلع بيها المكان قريب عن بيتنا. إيه، هاي الحمر استخدمها اللي تكون خفيفة ما تبين، تبين طبيعي، ألوان هادئة، ترابية، جوزي على خفيف، يعني ألوان هاي اللي استخدمها ألوان خفيفة وطبيعية، يعني تكون يعني مكان قريب على بيتنا، سوق أو يعني مكان معين قريب، صالون هاي، فأخلي من هذا الحمر. إيه، فهاي المكياج يعني استخدمه من كل مكان قريب معين على بيتنا، قريب صالون شي أو سوق، يعني سوبر ماركت هيك، فأنا أخلي الألوان الخفيفة والمكياج يكون خفيف كثير، ما أخلي أحط يعني شوية مرطب، هذا حمرة خفيفة على الشفة، كحل جبة ألبس، يعني هاي ما ألبس إنه أنطق هذا، لأن ما كل منطق كل عبالة موت بحبك ما يدري ما قلبك، هاي 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 انت عبني من عشرتك عالي في اليوم تعبك. من قلب اسوي البدله من تعب عمري الكحله، انت ملاكي.